بغيت شويه البنات ديروا بيتزا، ومهم درتو بيتزا الدراري المدرسه ولا شي حاجه، ما كاينش فرماج. انا هادو دائما كنلوحهم في الفريغو، فرماج عادي مثلث اولا مربع، وكنبدا نحكو بالحكاكه. قولوا لي هادي تاهي كنتو عارفينها. يلا قولوا لي كنتو عارفينها. قولوا لي في التعاليق، مع اصلا مجد ما كيبغيش فرماج احمر، بعض المرات يكون شي فرماج ما كيعجبوش. ايوا هو راه كيبغي البيتزا بزاف، يعني واخا ما يكونش فيها الفرماج، ولكن مهم هانتوما، مهم قدينا و درنا الفرماج. دائما انا كنلوح جوج في فريكو غير باش كيكون هذا المنظر هذا ديال ملي كتكون بوحدها كتجي بحال لا قرعه. انا حليت الاخرى تانية هانتوما قاطعه. براكين مثلا اللي كيبغي يصاوب البيتزا، ما عنديش هادي، ما عنديش فرماج، يعني كاين اللي ما كيديبانيش صراحه، كاين اللي ما يعرفش يدير بحال هاد لي زاستوس. داكشي علاش كنشاركهم معاكم. صافي اللي بغى يزيد زيتون ولا شي حاجه نزيدو ليها، انا ودي ما كياكلش داكشي. صافي غنديرهم ليه في ده، ما فرش لي والو، ولكن راه كنت انا مطيباهم الصطيبه. المهم مجد كيبغي البيتزا، كيبغيها رقيقه، كيموت على البيتزا. و مع غيت غدا في ليكول راسي قالي دابا سخونه. ما تنساوش البنات لي لايك و بارطاج.